السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الفيديو رح نكمل اللي بلشناه بالفيديو اللي سابق، ورح نكمل حكينا عن الهايبرتنشن. بالفيديو اللي قبل حكينا بشكل عام، عرفنا زي مقدمة عن شو يعني هايبرتنشن، وحكينا عن كيف الكدني والأدرينالز بيلعبوا دور أساسي بأنهم يحافظوا على ضغط الدم بالرينج الطبيعي جوات جسمنا، وفإنه إذا ارتفع نتفة أو قل نتفة صار في عنا نتفة هايبرتنشن أو نتفة هايبوتنشن يقدر يرجعه للطبيعي. وحكينا إنه الهايبرتنشن بتصير لما إنه حتى هاي الوسائل اللي بتقوم فيها الكيدني والأدرينوز ما تقدر إنها ترجع، يعني من كتر ما إنه مثلا واحد عنده هايبرتنشن مش قادر تلحق الكيدني إنها ترجع للوضع الطبيعي، يعني شو بدها تصلح لا تصلح. فهاي الحالة بنصير في عنا إنه هذا مريض ضغط. كمان حكينا بالفيديو اللي قبل عن مدى خطورة الهايبرتنشن، وقديه ممكن انه يصير فيه يترتب عليه اشياء، وقديه هو مرض منتشر بالعالم كله. طب هلأ بدي يجي بخطر عبالنا سؤال، ليش بصير هايبرتنشن؟ ليش يعني شو الاشي اللي ممكن انه الواحد يعملها تخليه انه ينصاب بهايبرتنشن؟ تمام. هلأ من الاشياء، هلأ بدنا نعرف شغلة بالنسبة للهايبرتنشن. الهايبرتنشن لما يجوا يدرسوا ايش الاسباب اللي خلت انه الجسم مثلا يبطل انه يلحق يصلح التغييرات بالضغط اللي عم بتصير، اللي خلت انه يصير هذا المريض مريض ضغط، انه يوصل معاه لمرحلة انه كثير الضغط عنده ارتفع لدرجة جسمه بطل قادر يصلح. فهي لها عدة، يعني لما اجوا يدرسوها كان في كثير في اشياء لسه مش معروفة، لدرجة انه لما اجوا يصنفوا 95% of hypertension is idiopathic and 5% only have a specific underlying cause. يعني 95% من كل حالات الضغط اللي موجودة فهي idiopathic. شو يعني idiopathic؟ idiopathic يعني it has unknown reasons، يعني صارت لأسباب غير معروفة. شو اللي خلى هذا البني آدم عنده ضغط؟ ما بنعرف. تمام؟ يعني هو شغلة وراثية، هو عمل إشي غلط، هو إشي بجسمه، هو إشي مش معروف. تمام؟ صار عنده ضغط مع إنه مثلا والله كان يعني شاب، يعني كان مثلا داير باله على حاله، مثلا خلينا نحكي والله كان يعني كان داير باله على حاله، فليش صار معه ضغط؟ مش معروف. تمام؟ إذا 95% من حالات الضغط ما إلها أي سبب مقنع يعني، أو سبب رئيسي خلينا نحكي. هلا 5% بالمقابل بس اللي بيكون في عنا specific underlying cause، يعني بيكون فعليا في مثلا مشكلة عضوية، يعني إنه والله مثلا هذا عنده الكدني مش شغالة فعشان هيك عنده هايبرتنشن. أما مثلا 95% هدول بتكون مثلا الكدني شغالة، الهرمونات عنده تمام 100%، كل هاي الأشياء عنده بتشتغل. طب ليش جسمه مش قادر يحافظ على الضغط الطبيعي وعم بضل يرتفع عنده؟ ما بنعرف. أما 5% هدول فبيكون إنه مثلا هذا عنده مشكلة بالكدني، هذا عنده مشكلة بالأدرينال، هذا عنده مثلا هرمون الألدوستيرون مش صح. تمام؟ فإنه بيكون في سبب، وهدول زي ما حكينا أقلية 5% بس. خلينا نشوف ال 95% هدول. هلا ال 95% of hypertension اللي حكينا انه هي idiopathic اللي مش معروف سببها، راحوا حطوهم وصنفوا نوع الهايبرتنشن هاد ب essential hypertension، او ممكن نسمع primary hypotension. اذا essential او primary hypertension هم نفس الاشي. تمام؟ essential or primary hypertension هو الهايبرتنشن اللي بيكون بلا سبب. هلا بالعادة خلينا نتذكر نربط مادتين ببعض. لما اخذنا بالباثو بالفارما عفوا، حكينا انه هذا البرايمري هايبرتنشن بنشوفه اكتر اشي بالناس اللي بتكون اعمارهم ما بين 20 الى تقريبا 50 او 60 سنة. اوكي؟ بيكون اعمارهم ضمن هذا الرينج. فهدول الناس بيكون في عندهم essential hypertension، يعني primary hypertension، يعني الهايبرتنشن عندهم بيكون من دون أي سبب، فيش أي سبب رئيسي خلى عندهم هايبرتنشن هاد. يعني إحنا حكينا إنه مثلاً الجسم بيحافظ على الضغط الطبيعي عن طريق الكدني والأدرينالز. هذا عنده الكدني والأدرينالز شغالين صح، والهرمونات عنده شغالين صح، فليش صار عنده؟ مش معروف. يعني إنه في 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 سبب مش معروف شو هو. هذا هو الاسنشال أو البرايمري هايبرتنشن، هو أكتر نوع من الهايبرتنشن اللي منتشر. هلا بالنسبة للاسنشال أو البرايمري هايبرتنشن، من نعرف إنه it is compatible with long life
unless complicated by myocardial infarction or cerebrovascular accidents. هلا بدنا نعرف انه هلا بالعاده الناس اللي بيكون في عندهم primary او essential hypertension بيقدروا انهم يعيشوا فيه لفتره كثير طويله عادي، بياخذوا مثلا بيتحموا، بياخذوا الادويه هاي شويه ادويه الضغط، ممكن انه حتى يلعبوا رياضه. يعني primary hypertension بخوفش بتاتا. متى ممكن انه يصير يعني شوي انه نخاف منه؟ اذا تعقد بزياده، صار له complications لاسباب معينه، ممكن انه مثلا هلا اللي بيعمل هايبرتنشن كتير اشياء، ممكن انه الواحد لانه ناصح صار عنده هايبرتنشن، فانه اذا ضعف بيروح اوكي، او مثلا بوكل هذا البني ادم بوكل ملح كتير تمام، فانه بس يخفف ملح يروح الهايبرتنشن. هذا هو البرايمري هايبرتنشن، يعني فيش فيه فعليا سبب مقنع تمام، وانه كتير سهل ممكن انه نصلحه. هسا واللي هو حكينا انه موجود ب 95% من الاشخاص، لكن الفكره انه بصير في كومبليكيشنز كيف، يعني لما الواحد ما يتحمى وما يدير باله على حاله ويضل يعمل الاشياء اللي عم بتزيد من اللي عم بتخلي ضغط الدم لسه يضل مرتفع مش عارف شو، ممكن يصير في عند هذا الواحد مايوكارديال انفاركشن، او ممكن انه يصير في عنده سيريبرو فاسكولار اكسيدنس، يعني مثلا يروح هلا كتير ناس اللي بيكون عندهم ارتفاع ضغط، يمكن كنتوا قاعدين مرة وبعدين واحد صار ينزف دم من أنفه وحكوا إنه هذا بسبب ارتفاع الدم تمام، إنه ضغطه عفوا إنه ضغطه ارتفع كتير، فهسا هذا طبعا بيكون إنه الله بيحبه إنه هذا الارتفاع الضغط خلى الدم ينزل من أنفه، لسه مش إنه ينزل بالسيريبرم تمام، لأنه إذا بلش ينزل يعني بيصير في عنده نزيف مثلا بالدماغ، فإذا صار هذا الحكي ممكن الواحد يموت منها صح. فهي هي cerebrovascular accidents، يعني الضغط من كتر ما انه يزيد بالأوعية الدموية تروح زي تنفجر هاي الأوعية وتبلش تعمل نزيف داخلي. هلا قبل ما نكمل بس بدي أذكر بمعلومة رح تفيدنا كمان شوي لقدام. هلا في معلومة جدا مهمة حكالنا إياها دكتور الفارما، إنه الهايبرتنشن هو مش مرض كاردياك، هو مش مرض بالقلب، هو مرض بالفيسلز نفسها، وسببه فازو كونستريكشن of the arterioles. يعني بالإسنشال هايبرتنشن بالعادة رح يكون في عندي إنه أنا هذا المريض عنده فازو كونستريكشن بالأرتيريولز، سببها زي ما حكينا انه ممكن انه ما يكون بالاسنشال او primary hypertension، ما في any unknown specific unknown cause تمام، يعني فيش سبب، زي ما حكينا انه ما في مشكله مثلا بالكدني، ما في مشكله بالالدوستيرون، ما في مشكله يعني ما في مشكله بهرمونات او بكدني، كل إشي تمام، فانه بس اشياء يعني بتكون اشياء مش كتير معروفه، يعني زي ما حكينا اسباب مش كتير مقنعه، فانه هاي المعلومه خليها ببالنا. هايبرتنشن يعني تضيق يعني انه في عندنا احنا زي ما حكينا بحتى الفيديو السابق في عندنا فازو كونستريكشن، مش اشي بالقلب، اشي بالاوعيه الدمويه الهايبرتنشن. طيب هلا تاني نوع حكينا انه هاي بالنسبه لل 95% خلصناهم، هلا بدنا نحكي عن ال 5% اللي ضلوا. 5% من الهايبرتنشن زي ما حكينا they have a specific underlying cause، بفي لهم سبب عم بيخلي انه يصير في هذا الهايبرتنشن، هذا الواحد عنده مشكلة بعضو معين، هذا العضو اللي بتخيل انه المشكلة رح تكون فيه رح يكون واحد من الاعضاء اللي كانوا بالوضع الطبيعي عم بيحافظوا على الهايبرتنشن، صار فياته مشكلة بحيث انه بطل قادر انه يحافظ عليه. طيب بالفيديو الاول شرحنا مين اكتر اشي له central role بانه يحافظ على الهايبرتنشن طبيعي بالجسم، كان مين؟ الكيدني صح؟ والهرمونات، لانه الكيدني كانت انه هي عم تفرز، هي الكيدني عم بتحفز على افراز هرمونات معينه زي الالدوستيرون الاي دي اتش، هاي الاشياء كلياتها حتى انها يصير في عندنا ترجع الضغط الى الطبيعي. فلما احنا يكون في عندنا النوع الثاني من الهايبرتنشن اللي هو السكندري هايبرتنشن، سميناه سكندري لانه هذا الهايبرتنشن اجا كنتيجه ثانويه الى مرض موجود اصلا، الى مشكله موجوده عند المريض. يعني هلا secondary زي ما حكينا it is secondary بالعادة to renal diseases أو endocrine diseases، بتكون عنده مشاكل إما بالرينال بالكيدني أو بالإندوكراين اللي هي مين؟ الغدد صح؟ هلا الإندوكراين زي مين؟ زي الأدرينال gland صح؟ الرينال اللي هي الكيدني نفسها، وإحنا حكينا إن الرينال والأدرينال يعني الكيدني والأدرينال هم يعني أكتر إشي بيلعبوا دور بالهايبرتنشن بالحفاظ على الضغط بالنورمال بلد بريشر. فهسا انا بتخيل انه اذا صار في اي مشكله فيهم رح يصير في عندي مشكله بالضغط صح، فمن المشاكل ممكن تصير انها تصير في عندي هايبرتنشن. هلا طبعا الهايبرتنشن اللي يعني هسا الحالات اللي موجوده فعليا اللي بيكون الواحد عنده ضغط دم وبيكون فعليا سببها لانه عنده مشكله بالكيدني او مشكله بالادرينال يعني اندوكراين، بيكون هذا الحكي نسبه كثير قليله 5%، الأغلب عنده اللي هي سبب 95% اللي بتكون أسباب
غير عضوية. تمام. فبالنسبة لل secondary hypertension حكينا إنه secondary hypertension ممكن إنه يصير ل secondary إلى شغلتين. ممكن إنه يكون في إنه عندي مشكلة بالرينال يعني بالكدني, تمام, for renal diseases, أو secondary to endocrine causes اللي هو إشي بالغدد, تمام, سواء كانت الغدد اللي مثلا المسؤولة عن إفراز الـ ADH أو الغدة المفروض اللي مسؤولة عن إفراز الألدوستيرون زي الأدرينال جلاند وغيرها. هلأ بالنسبة للـ renal diseases, زي إيش الـ renal diseases؟ الـ renal diseases الأمراض اللي ممكن أنها تصير بالكدني, زي مثلا ممكن أن يصير في narrowing of renal artery, تمام, يعني هسا إذا صار في تضيق بالـ renal artery اللي هو الشريان اللي عم بيوصل الدم للكدني, يعني هاي الشريان عم بيوصل دم للكدني, هاي الكدني, تمام. هلأ فلنفرض إنه هذا الشريان شو صار فيه, راح صار فياته تضيق, صار صغير. فهسا لما يجي الدم يمشي, راح أرسم الدم باللون خلينا نرسمه باللون الأصفر, أوكي, عشان نقدر نميزه. هسا لما بلش الدم يمشي, تمام, هو عم بيمشي بوصل هنا, صارت المكان انه يمشي فيه كتير ضيق, فزاد الضغط عنده, صح. هسا بالكدني نفسها عم بيدخل عليها دم شوي شوي, صح, نتفى الدم اللي عم بيدخل عليها. فالكدني ايش بتفكر, ما هي مش عارفة انه هو في دم كفاية لكن كله مستك على الان بالجزء اللي قبل لانه في تضيق بالشريان, هي ما عارفة هذا الحكي. هي ايش مفكرة, انه انا الضغط مش عم بوصل منيح, لانه هي عم بوصلها كميات كتير نتفى من الدم, صح, لانه في هنا المكان اللي عم بيمشي فيه الدم كتير ضيق, فمش عم بوصل كتير دم للكدني. فالكدني ايش رح تفكر, رح تفكر انه انا عندي نقصان بالدم, عاد انا ايش دمي طبيعي. فشو بتروح بتسوي, بتروح بتشتغل على اساس انه انا عندي هايبوتنشن مع انه انا ما عندي هايبوتنشن, فبتروح بتعمل لي هايبرتنشن, صح, لانه رح تعمل زي ما حكينا, رح تفرز الرينين اللي رح يخلي يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1, اللي رح يتحول الى انجيوتنسين 2, اللي رح يخلي الادرينال انها تفرز الالدوستيرون, واللي رح يؤدي الى انه يضل الصوديوم جوات الاوعيه الدمويه, صوديوم ريتنشن, فرح يزيد البلد فوليوم, فرح يزيد ضغط الدم. طبعا هاي العمليه بالعاده كانت بتفيدني اذا انا كانت الكدني عندي تمام ومش يعني ما عندي تضيق هون بالوعاء, بس لما صار في عندي تضيق انا فعليا البلد بريشر تبعي ممتاز, بس عندي تضيق بهالوعاء, ولانه عندي تضيق بهالوعاء خلى الكدني تفكر انه انا عندي هايبوتنشن وانا ما عندي, فراحت شو عملت لي, عملت لي هايبرتنشن, عملت لي مصيبه. فهي هي narrowing of renal artery. وطبعا narrowing للrenal artery بالعادة بتصير بسبب atheromatous plaques, يعني بيكون في ترسبات من plaques موجودة جوات الartery. هذا المفروض انه يعني بنشرح باللكشر اللي قبل هذا تبع الatherosclerosis. plaques هي عبارة عن زي هيك زي الترسبات بتبلش تترسب جوات الارتري, بتخليه انه الدم يبطل قادر انه يمشي بشكل كتير كبير, فزي ما احنا شايفين عمل تضيق بالوعاء. هاي البلاكس بتكون فياتها خلايا دم, ماكروفاجز, نيكروتيك سيلز, اندوثيليوم, بيكون فياتها كتير خلايا واشياء يعني وبتتكتل. هاي الاثيروميتيس بلاكس. طب هلا كمان في عنا اشي تاني ممكن يصير رينال ديزيزز ممكن انها تعمل هايبرتنشن, اللي هي الاكيوت اند كرونيك جلوميرولونيفريتس. هلا اذا كان في عنا التهاب بالجلوميرولو اللي هي اللي بتعمل على اللي هي اللي مسؤوله عن ايش, ترشيح الدم, تمام, بتعمل زي كأنها بتعمل فلتر للدم, بتطلع منه السموم, بتطلع منه كل هاي الأشياء اللي رح يطلع بعدين عن طريق الجهاز البولي, وتكمل تخلي الدم اللي منيح اللي تخلي من السموم هاي الأشياء يكمل طريقه. هل صار في عنا التهاب بهاي بالجلوميولر, فيصير في عنا جلوميولر نيفريتس, رح تبطل قادرة إنها تشتغل منيح, يعني يصير في عنا التهاب بالكبد بشكل آخر يعني أو بمعنى آخر. هلا ممكن كمان إنه يصير في polycystic disease يعمل هذا, يعمل كمان hypertension, تمام. هلا ممكن كمان البوليسيستيك ديزيز انه يصير في مجموعه من السيست, تمام, كلنا بنعرف شو يعني سيست, تبلش تتكون جوات الكدني. هلا هذا مرض وراثي البوليسيستيك ديزيز, تمام. هلا ممكن انه هذا السيست اللي تتكون جوات الكدني كمان تؤدي بالنهايه الى انه يصير هايبرتنشن. كيف راح تؤدي, كلياته نفس الفكره, انه راح تفكر الكدني انه احنا ما عندنا كفايه, انه البلد بريشر مش عم بوصلها منيح مع انه عم بوصلها منيح, تمام, لكن لسبب, لكن انه زي ما
نفس كيف فكرة هاي كانت إنه الوعاء دمه منضيق فيها وصلها دم أقل، كل هاي الأشياء السيست وهاي القصص كلها رح تخلي توصل كميات أقل من الدم للكدني أو تخلي الكدني ما تشتغل صح. فلما ما تشتغل الكدني صح رح تؤدي إلى إنه يصير في عنا هايبر تنشن. هلا البوليسيستس ديزيز زي ما حكينا انه بتصير في سيست كتيرة موجود جوات الكدني، وهذا مرض وراثي. هلا في كمان ممكن انه يصير في رينال فاسكولايتس. فاسكولايتس من اسمها فاسكيو من فاسكولر يعني اشي بالاوعيه الدمويه، الايتس اللي هي التهاب. فلما يكون في عندنا التهاب بالاوعيه الدمويه اللي موجوده عند الكدني كمان راح يعمل مشاكل بالكدني ويؤدي بالنهايه الى حدوث هايبرتنشن. على تفصيل انه كيف كل واحدة عملت هايبرتنشن الدكتورة مش طالبتهم منا فما رح احكيهم، لكن الفكرة اللي منا نعرفهم انه هدول الامراض كلياتهم ممكن يعني او مش ممكن بالنهاية رح يسببوا الى حدوث هايبرتنشن، ورح يكون نوعه سيكنديري لانه هذا الضغط اجى ثانوي الى مرض اخر وهو كان مرض جوات الكدني باول مجموعة من الامراض. تاني مجموعة ممكن انه المرض يصير في عندي بالاندوكراين، تمام، انه الاندو يكون السبب انه في عندنا مشكلة بالهرمونات وبالغدد. زي ايش؟ هلا اتذكروا الادرينال جلاند اللي حكينا موجوده هيك فوق الكدني رسمناها هون، وحكينا انه هاي الادرينال جلاند هي اللي طلعت اصلا لما صار في عندنا هايبوتنشن كانت هي اللي بتطلع مين، هي اللي طلعت الالدوستيرون صح. فهي بتلعب كمان دور كتير كبير بعمليه الحفاظ على الضغط بشكل متوازن. فاذا صار في عندي مشكله بالاندوكراين او حتى مش بس هاي، في عندنا غدد بتفرز الاي دي اتش اللي هو الاي دي اتش اللي بيقوم اللي هو الانتي دايريتيك هرمون، تمام. الاي دي اتش هذا من وين بيجي؟ هذا بيجي من البيتويتري جلاند. فهلا ممكن برضو هذا الاي دي اتش بيعمل على الواتر ريتنشن، بيزيد من ضغط الدم، يعني وجوده بكميات كبيره بيؤدي الى زياده ضغط الدم. ف هذا يعني مثلا هاي الاشياء الهرمونات اللي عم بتساعد على انه والغدد اللي مسؤوله عن افراز هاي الهرمونات اللي لها دور بضغط الدم، اذا صار فيها اي مشكله فممكن كمان انه يصير في عندي سيكندري هايبرتنشن اللي هو ضغط دم ناتج عن مشكله بالهرمونات والغدد اللي انتجت هاي الهرمونات. زي ما حكينا ممكن انه تصير في الادرينال جلاند واللي هي اللي بتنتج الالدوستيرون ممكن انه يصير فيها مشكله. هلا اذا صار عندنا مشكله بالادرينال جلاند ممكن انه يصير فيه ليجنز بالادرينال جلاند، تمام. زي ايش؟ ممكن يصير فيه برايمري الدوستيرونيزم. هلا البرايمري الدوستيرونيزم حتى له اسم تاني اللي هو برايمري هايبر الدوستيرونيزم، انه الغده هاي عم بتطلع كميات من الالدوستيرون كتير كبيره انا مش بحاجتها، تمام. فلما تطلع كميات كتير كبيره من الالدوستيرون وانا مش بحاجه حاليا لانه يصير في عندي الدوستيرون، لانه انا كميه الدم اللي عندي كتير منيحه كتير ممتازة، شكرا أدرينال، خلي شغلك خلي الألدوستيرون تبعك إلك. بس هي مش مقتنعة، لا مصرة كتير كريمة متكارمة زيادة لدرجة إنها بدها تضل تعطيني ألدوستيرون مش راضية تستوعب إنه أنا ما بدي إياه. فإيش رح تعمل؟ كمية الألدوستيرون هذا زيادة اللي هي مفكرة حالها إنه هي عم تتكارم علي فيه، هي فعليا رح تخرب الدنيا فيه، رح تعمل هايبرتنشن صح. فهي هي البرايمري ألدوستيرونيزم. كمان في عندنا الكاشينج سيندروم. الكاشينج سيندروم اوكي فتحنا على السلايد الغلط لحظات. المهم الكاشينج سيندروم هاي هي عبارة عن سيندروم بتصير بانه الاي سي تي اتش بيزيد كميته كبير، بيزيد كميته بشكل كتير كبير. المهم نتيجته بالنهاية انه الكورتيزول رح يرتفع كتير بالدم. هسا ارتفاع الكورتيزول بالدم، الكورتيزول بيشتغل مع الابينفرين اللي هو كورتيكوستيرويد اللي هو الابينفرين اللي هو كاتيكولامين، تمام. هسا الكورتيزول مع الابينفرين اللي اصلا موجود بجسمنا اللي هو كاتيكولامين بيشتغلوا مع بعض. ايش بيسووا؟ رح يعملوا فازو كونستريكشن، بالتالي رح يؤدوا بالنهايه الى زياده الهايبرتنشن. هذا يعني باكثر طريق، يعني اذا بدنا نبسطها على الاخر زي ما حكينا تفاصيل مش مطلوبه منا هي، بس مطلوب بس عشان مرات انه الواحد لما يعرف شويه على الاقل عن السبب بيساعده انه يضل حافظ اكثر. هلا كمان في عندنا شيء اسمها الفيو كروموسايتوما فيو كروموسايتوما. هلا الفيو كروموسايتوما هو عباره عن تومر، هذا التومر بيطلع بالادرينال جلاند ماشي، وهذا التومر بيمتاز بانه هو عباره عن كاتيكول امين سيكريتينج. زي ما نتذكر الكاتيكول امينز بتعمل فازو كونستريكشن صح، وكونه كاتيكول امين سيكريتينج راح يزيد الفازو كونستريكشن فراح يعمل ايش؟ راح يؤدي بالنهايه الى حدوث هايبرتنشن. طب خلينا ننظف عشان نكمل، ننظف الشاشه عشان نكمل اخر جزئيه. ك
كمان الناس اللي بيكون في عندهم acromegaly منلاحظ انه هم كمان عندهم بيكون في عندهم hypertension. acromegaly هو عبارة عن مرض وراثي، هذا بنولد في يعني بصير وراثيا، بيخلي الواحد انه بيكون في عنده الgrowth factor عنده كتير، تمام؟ وهلا هو الجروث فاكتور المفروض عند لحظه معينه يبطل يشتغل، او يعني انه يوقف عن الشغل، مش 24 ساعه بيشتغل. هم عندهم الجروث فاكتور كتير اكتف، فبيصير حتى عند الناس اللي بيكون عندهم acromegaly بنلاحظ انه مثلا الجو تبعهم الفكهم بيكون عريض، اصابعهم بتكون عريضه وكبيره، ايديهم كبار، فبيكون في عندهم زياده بافراز الجروث فاكتور هرمون، فبالتالي هدول الناس كمان بنشوف انه في عندهم هايبرتنشن. هلا في عندنا كمان البري إكلامبسيا during pregnancy. هلا الوحدة وهي حامل في ناس ممكن إنه يصير في عندهم بري إكلامبسيا. شو هي البري إكلامبسيا؟ البري إكلامبسيا اللي هو بيسموه تسمم الحمل، تمام؟ هلا البري إكلامبسيا اللي بيصير فيها إنه بتصير هي حالة بتصير في أثناء آخر فترة بالحمل، يعني آخر أكم من شهر بالحمل، وهي كتير كومن، يعني ممكن إنها يعني كتير بتصير وكتير راح تشوفوها بالمستقبل. إنه هلا الوحدة وهي حامل هذا إشي كمان أخذناه بالفارما، فيعني زي معلومة تذكيرية بالفارما. هلا أول أكم من شهر احتمال كبير إنه يصير في عندها هايبوتنشن، رح يقل الضغط عندها أول شهرين ثلاث. هلا هاي الهايبوتنشن ما في أي مشكلة فيها. هلا وين المشكلة؟ آخر فترة، آخر شهر شهرين، ممكن إنه يصير في عندها هايبرتنشن، يرتفع ضغط الضغط، يصير في عندها واتر ريتنشن، فلويد ريتنشن، ممكن نلاقي عندها إديمة. هاي الأشياء، هاي الإشي، هذا الكونديشن، هاي الحالة. طبعا هي في كمان أشياء بتكون موجود بالبري إكلامبسيا، بس أكتر إشي يعني بيميزها إنه بيكون في ارتفاع بضغط الدم بسبب الفلويد ريتنشن، إنه عم الجسم مش عم بيتخلص من السوائل بالدم، فعم بتضل هالسوائل موجودة بالدم، فعم بيزيد ضغط الدم. في كمان عندنا البولي أرتريتس نيدوسا. البولي أرتريتس نيدوسا هو عبارة عن ديزيز له اسم تاني اللي هو الكاسمال ديزيز، تمام؟ هلا هذا هو عبارة عن هو هذا سيستميك ديزيز، تمام؟ يعني بيصير في مش بس بالأوعية الدموية اللي بالكيدنيز، بيصير بالأوعية الدموية تقريبا اللي بكل الأوعية الدموية اللي بيكون حجمها صغير أو ميديوم سايز، تمام؟ اللي هي المسكولر أرتريز بمعنى آخر، تمام؟ هلا إيش بيصير فيهم؟ بيصير فيهم فاسكولايتس، تمام؟ يعني بيصير فيهم التهاب، وزي ما حكينا إنه إحنا الفاسكولايتس رح يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، رح يصير في عنا هايبرتنشن، فبيصير في فاسكولايتس. الحلو أو مش الحلو، يعني طبعا هو مش إشي حلو، بس يعني المعلومة الحلوة بالبولي أرتريتس نيدوسا إنه هي بتصير بكل الأوعية الدموية بالجسم ما عدا البولميناري سيركيليشن اللي هي اللي بتروح على الرئتين. معلومة زيادة مش مطالبين فيها، بس زي ما حكينا إنه مرات لما الواحد يعرف بس معلومة معلومتين عن الشغلة بيخليه إنه يحفظها بشكل أسرع. وآخر إشي اللي هي الكوأركتيكيشن أوف أيورا، واللي شرحناها باللكشرات اللي هي أول لكشرات لما حكينا عن congenital heart diseases، فما رح نرجع نعيدها. طب هلأ في بعض ال predisposing factors اللي هي يعني أشياء ممكن إنها تكون موجودة ممكن إنها تؤدي إلى إنه حدوث hypertension. إيش هي ال predisposing factors؟ هاي ممكن ال renal diseases زي ما شفنا، وال adrenal diseases يكونوا predisposing factors لأنه يصير في عند الواحد hypertension، تمام؟ يعني هاي أشياء عوامل ممكن إنها تكون موجودة بالحدا، ممكن وجود هاي العوامل إنها تؤدي إنه يصير إلى عند هذا الحدا hypertension. أولهم اللي هم اللي صلنا ساعة منشرح عنهم اللي هي ال renal diseases أمراض الكيدني، والأدرينال ديزيزز الأمراض اللي هي كانت من ضمن الإندوكراين ديزيزز. هلأ في عندنا كمان ممكن جيناتيك فاكتورز، هلأ ممكن تكون الشغلة وراثة. هلأ لاحظوا عدة دراسات إنه يعني بلاقوا إنه الهايبرتنشن إنه العيلة هاد مثلا إذا مثلا هذا الواحد أبوه ولا أمه كان عندها ضغط، بلاحظوا كمان إنه كان عمه ولا سيده جده هيك، في يعني أكتر من حدا من العيلة عنده ضغط، احتمال كتير كبير إنه هذا الحدا بالمستقبل إنه يصير في عنده ضغط أو ينصاب بضغط. فهذا اللي مكتوب هون إنه الفاميلي كلاسترينج أوف هايبرتنشن clearly establishes a strong genetic component، يعني في دلائل إنه الضغط يعني ارتفاع ضغط الدم ممكن انها تكون شغله وراثيه، لكن بالضبط كيف بتصير وراثيا مش معروف. لكن اللي لاحظوه انه كتير ناس انها يعني مثلا الواحد اذا كان كتير مثلا من اهله من عيلته في عندهم ضغط، احتمال كبير انه يصير في عنده ضغط كمان. كمان الستريس ممكن انه يعمل هايبرتنشن.
في عنا الأوبيسيتي ممكن أنها تسوي هايبرتنشن، النصاحة، الانفيرومنتال فاكتورز ممكن أشياء انفيرومنتال يعني إنه الواحد يكون موجود البيئة اللي هو عايش فيها أنها تعمل له أنها تضغطه، تمام؟ مرات دوام الجامعة ممكن يضغط، أو دوام الشغل اللي كل يوم والواحد يعني في كتير أشياء ممكن أنها تضغط. فالenvironmental factors، الوضع اللي بالبيت ولا اللي يعني في كتير أشياء، وفي أشياء حتى بالبيئة نفسها، يعني مثلا إذا أنت ساكن بمنطقة فياتها عوامل، مثلا قرب محطات في بيطلع منها مثلا ملوثات، وهاي الأشياء ممكن إنها تعمل مشاكل، تعمل أشياء تؤدي بالنهاية إلى حدوث هايبرتنشن. ففي environmental factors. كمان السموكينج، التدخين سبب كل مصايب الدنيا، التدخين. وآخر إشي الفيزيكال inactivity، الناس اللي ما مش حركة، الناس اللي ما بتلعب رياضة، هدول كمان معرضين لأنه يصير في عندهم هايبرتنشن. أما الناس اللي بيلعبوا رياضة فبيكون عندهم أقل الهايبرتنشن. أصلا حتى الناس اللي بدهم يتحموا أو بيكونوا عندهم هايبرتنشن برايمري بينصحوهم بأنهم يلعبوا رياضة. هلا آخر نوع من الهايبرتنشن نحكي عنه اللي هو المالجننت هايبرتنشن. حكينا عن البرايمري وحكينا عن السكندري لما يكون بناين، هلا نحكي عن المالجننت. هلا المالجننت هايبرتنشن هو فعليا لما يصير يعني السكندري وال مش السكندري، البناين والمالجننت هايبرتنشن هو فعليا إذا بدنا نيجي للصح هو يعني تصنيف ثاني. يعني الهايبرتنشن بتصنف إما بتصنف على حسب شغلتين، إما إنه يكون يعني بصنفه لما أجي أصنفه أول إشي بتطلع هل هو primary ولا secondary، بعدين بجي بتطلع هل هو benign ولا malignant. بس الدكتورة جامعتهم فعشان هيك شرحناهم كجمع يعني، بس هو الصح إنه يكونوا منفصلين، تمام؟ فهسا لما نحكي إنه إحنا هالهايبرتنشن هذا malignant، تمام؟ يعني وصل لمرحلة كتير كبيرة، يعني وصل هذا الحدا لمرحلة كتير over، أوكي؟ هلأ هذا الحكي وين منشوفه؟ إذا وصل، خلينا نقرأ المكتوب. هلأ some patients they show rapidly increasing blood pressure if untreated may cause death within one year. هلأ في ناس منلاحظ إنه ضغط الدم عندهم مسفح، تمام؟ يعني واصل عندهم لدرجة زي ما بيحكوا يعني هذا مصطلح مثلا سمعته مرة إنه بيحكوا هذا البني آدم قنبلة موقوتة، بأي لحظة ممكن ينفجر من كتر الهايبرتنشن اللي عنده كتير كتير عالي. فهذا ممكن إنه إذا ما تعالج، إذا ترك هذا الواحد هيك ممكن خلال سنة يقتله هذا الهايبرتنشن من كتر ما إنه عالي. طيب هلا هذا المالجننت هايبرتنشن it is also called accelerated hypertension. إذا شو بيسموه accelerated hypertension؟ accelerated يعني مسرع، يعني hypertension من كتر ما هو يعني من كتر ما هو مسفح وسريع ومرتفع وبيرتفع بسرعة فبيسموه accelerated hypertension أو malignant hypertension، نفس المصطلح. هلا متى بعتبر هذا الهايبرتنشن malignant؟ إذا صار الدايستوليك pressure is over 120، يعني العدد اللي تحت، تذكروا انه احنا حكينا في عنا عددين، عدد فوق وعدد تحت، بيكون العدد اللي تحت مثلا 120 وفي ناس بتوصل عندهم مثلا 250 فوق او اكتر حتى، تمام؟ وهون الهايبرتنشن هذا تبعه يعني عن جد قنبلة موقوتة. سو هذا الاشي يعني هذا الهايبرتنشن هذا رح يعمل مشاكل، رح يعمل رينال فيلير، رح تخرب الكدني عند هذا البني آدم، ورح يصير في عنده ريتينال هيمرج. إيش يعني ريتينال هيمرج؟ يعني رح يبلش يصير في نزيف جوات عينه، حتى لما تيجي تطلع على عينه المكان اللي هو البياض المفروض جوات العين كلياته بيكون أحمر أحمر من الدم. فمن نعرف إنه it may arise de novo، يعني ممكن إنه هو يجي هذا الإشي فجأة من دون أي سابق إنذار، تمام؟ يعني مش إنه مثلا هو كان عنده هذا مريض ضغط، كان عنده مثلا primary hypertension من قبل أو كان عنده benign hypertension وبعدين تحول إلى malignant، ممكن إنه يصير هيك فجأة، بس هذا كتير نادر. بس الأغلب إنه most commonly it is superimposed by pre-existing benign hypertension. بالعادة malignant بيصير إنه أصلا في عنا benign hypertension بالأول سواء كان primary أو secondary، كان كميته قليلة ولا إنه ما تعالج وخلينا الوضع إنه يزيد عن حده، راح وصل مراحل malignant hypertension اللي صارت عبارة عن حالة طوارئ. آخر إشي بدنا نحكي عنه بالنسبة للهايبرتنشن وهي الفاسكولار باثولوجي إن هايبرتنشن. هلا زي ما حكينا إنه الهايبرتنشن هو مرض بيخص الفيسلز مش القلب، it is not cardiac it is vessel based، تمام؟ هو سببه تحديدا اللي هي الأرتيريو
vasoconstriction. Vasoconstriction of the arterioles. The arterioles بتتضيق. هلا الهايبرتنشن it is associated with two forms of small blood vessel diseases. إذا نوعين من الأمراض اللي ممكن إنها تصيب small blood vessels ممكن إنها تعمل hypertension. هلا هاي الأمراض اللي بتصير للsmall vessels يعني إحنا هسا قبل شوي كنا نحكي عن pathology بشكل عام كنا نحكي عن أعضاء عن غدد. هلا بدنا نحكي إحنا إنه أمراض ممكن إنها تصيب الفسل نفسها الأوعية الدموية الصغيرة السمول فيسلز اللي ممكن إنها تعمل هايبرتنشن. في عنا شغلتين الهايلن أرتيريوسكليروسس والهايبربلاستيك أرتيريوسكليروسس. هدول الاثنين راح ينشرحوا بلكشر 6 أو نشرحوا بلكشر 6 فعشان هيك ما راح نكثير نشرحهم وندخل بتفاصيلهم لأنهم مشروحين باللكشر اللي قبل هاد. فبشكل كتير سريع نبدأ بالهايلن أرتيريوسكليروسس. هلا كونه أصلا إحنا من نحكي هايلن رح أتوقع إنه في هايلن بالموضوع. ولما نحكي أرتيريوسكليروسس أرتيريوسكليروسس يعني في عندي تصلب بالشرايين رح يعني رح أتوقع إنه الشرايين إيش عاملة متصلبة عاملة هاردينينج. وطبعا لما تعمل هاردينينج يعني هي قاسية كتير فهذا الإشي إيش رح يعمل رح يعمل هايبرتنشن. طبعا التصلب هذا ممكن يصير لانه بلاكس عم تتجمع جوا الارتري بقل اللومن تبعها بصير في تضيق في الوعاء الدموي كمان. ف اول ما اسمع تضيق وعاء دموي معناته على طول ايش بدي افكر اي شيء ارتيريوسكليروسس ممكن انه يعمل هايبرتنشن. هلا بالنسبه للهايبرتنشن اللي بيصير فيه عن طريق الهايلن ارتيريوسكليروسس انه لما اجي اطلع على الارتيريول نفسه راح الاقي انه في هوموجينيس بينك هايلن ثيكنينج وذ اسوسييتد لومينال نيروينج. يعني لما اجي اطلع على الوعاء الدموي راح اجي اطلع مثلا على سكشن منه راح نيجي نطلع عليه زي هيك. هلا هو هيك من برا المفروض انه في طبقات وانه بالنص اخر طبقه اللي جوا اللي هي ايش اللي هي عباره عن الاندوثيليوم تمام اللي هي هون. هسا اللي راح نلاحظه انه في عندي اي ثيكند بينك هايلن يعني في عندنا بالنص هايلن ببلش ايش يتراكم بالوعاء الدموي بالوول تبعه تمام. هلا ببلش يتراكم فبالنهايه ايش راح يعمل راح يزيد من الثيكنينج تبعت الوول فراح يخلي اللومن انه يتضيق اكثر فبدل ما يصير لهون يصير لهون تمام. فهذا راح يعمل تضيق بالبلد فيسل وراح يصير بالتالي في عندنا ايش hypertension. هلا هاي changes هاي التغيرات اللي بتعمل الهايلن arteriosclerosis سببين. اول اشي plasma protein leakage across injured endothelial cells يعني ممكن بسبب مثلا انه صار في عنا ممكن بسبب smoking بسبب infection بسبب اي اشي صار في عنا او ضربة حامية او اي اشي زي هيك الواحد ايش صار في عنده damage للendothelial cells الخلايا اللي موجود بالendothelium ايش صار فيها صار في إلها damage اتضررت. فهسا لما تتضرر هاي الخلايا يعني صار مكانها ايش صار مكانها بيقدر انه يدخل اشياء صح يعني هاي اخر اشي رح نحكيه اللي هي الهايبربلاستيك ارتيريوسكليروسس. هلا hyperplastic arteriosclerosis this occurs in severe malignant hypertension. هلا هذا الهايبربلاستيك arteriosclerosis رح يصير بس بحالة انه صار في عنا بتتذكروا المالجنت هايبرتنشن لما حكينا انه الدايستوليك بيوصل 120 وفوق اللي هو العدد الرقم اللي تحت وصل 120 واعلى تمام. وحكينا انه هاد مالجنت البني ادم كان عباره عن قنبله متنقله فهدول الناس ممكن نشوف انه بيصير في عندهم هايبربلاستيك ارتيريوسكليروسس بيصير في موجود عندهم بالاوعيه الدمويه. هلا زي ما حكينا انه هذا الشيء بيصير بسيفير مالجنت هايبرتنشن بهاي الحاله الفيسل ايش راح يصير فيها الأوعية الدموية it will exhibit onion and skin lesion. لما نيجي نطلع على الفيسلز تبعت هذا البني آدم لو أجي أخذ سكشن منها وأحطها تحت المجهر رح أشوف إشي اسمه onion skin lesion. هلأ جيبوا بصلة وقطعوها من النص تمام وطلعوا على الحلقات شايفين الحلقات نفس الإشي بيكون شكل blood vessel تمام عشان هيك لأنها زي بتكون زي حلقات 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 فهذا الإشي بسموها عشان هيك سموها onion skin lesion. خلينا نشوف الصورة هاي شايفينها شايفين كيف هيك زي حلقات 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 زي البصلة هاي الأنيون سكين ليجن فهاي بنعرف إنها هايبربلاستيك أرتيريوسكليروسس. هلأ هاي اتذكروا الهايلن اللي حكينا قبل شوي إنه عم بيزيد الهايلن البينك هايلن اللي موجود بالوال هيو فهاي هايلن أرتيريوسكليروسس أرتيريوسكليروسس.
هلا هاي الأونيون سكين ليجن زي ما حكينا it is characterized by concentric laminated thickening of the wall and luminal narrowing. زي ما حكينا بصير الوال بصير له thickening ببلش يتخن, بس هذا يعني هذا ال thickening رح يصير على شكل concentrated laminated يعني بتصير زي كأن زي البصلة بالضبط, زي بتصير زي حلقات جوا بعض. شايفين هذا الاشي كيف انه حلقة جوا حلقة جوا حلقة مع انه بحول, بس هي فكرة انه حلقة جوا حلقة, هاي معنى كلمة concentrate, هاي معنى كلمة اللي هي concentric, تمام؟ فهاي هي يعني concentric, يعني شكلها زي البصلة, حلقة جوا حلقة جوا حلقة. فرح يغمل عندنا الوال ورح يقل اللومن, هيعمل hypertension. هلا اللامينيشن consists of smooth muscle cells, هذا اللامينيشن اللي هو الحلقات اللي عم بتزيد, هذا عبارة الحلقات اللي عم بتزيد. طب هي عبارة عن ايش هاي الحلقات؟ هي عبارة عن smooth muscle cells and thickened reduplicated basement membrane, يعني هي عبارة عن smooth muscle cells و basement membrane عم بيتضاعف. احنا اصلا بالوضع الطبيعي عنا smooth muscle cells وعنا basement membrane, صح؟ بس هون انه كل يعني الاثنين السموث ماسلز والبيسمنت والبيسمنت ممبرين الاثنين عم بيزيد عددهم وعم بيعملوا لي زي طبقات وشرائح زي البصله, عشان هيك سميناها onion skin lesion. هلا in malignant hypertension there are accompanied by fibrinoid deposits. هلا الناس اللي بيكون في عندهم malignant hypertension رح يكون في عندهم fibrinoid deposits, يعني رح يصير الفيبرين يترسب بالاوعيه الدمويه, تمام؟ كمان بصير في vessel wall necrosis, تمام؟ الوال تبع الفيسل ايش رح يصير بالنهاية؟ يعني مع الوقت رح يبلش يموت, رح يصير في necrosis. هلا هذا النيكروسيس بنسميه necrotizing arteriolitis, اللي هو arteriolitis necrotizing, يعني مبين الاسم بحكي نفسه انه بصير في عندنا necrosis بالvessel wall. بالتحديد وين بتصير هذا الحكي؟ بيصير بالكيدنيز, وعشان هيك بيعمل هايبرتنشن. اذا هذا النيكروتايزنج ارتيريولايتس بيصير تحديدا بالكيدنيز واللي هو بيعمل لي هايبرتنشن. هيك بنكون احنا خلصنا الهايبرتنشن. هو فعليا موضوع الهايبرتنشن اكبر من هيك بكتير, وفي كتير اشياء لازم تنحكى بس مش مطلوبه منا, فرح نكتفي باللي مطلوب منا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.